راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في أم درمان واستمرار القصف الجوي والمدفعي، وهدوء في المجلد بغرب كردفان بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. مقتل طفل وإصابة 5 آخرين جراء انفجار مغزوف في الأبيض، وقوات الدعم السريع تتهم الجيش بتصفية 3 مواطنين على أساس عرقي. شبكة نسوية تكشف عن اغتصاب 10 نساء في يوم واحد بخرطوم الأسبوع الماضي، وفاة 3 مواطنين وتلف شحنة البصل خلال طوف القوى المشتركة. اللاجئون التشاديون في وسط دارفور يشتكون من انعدام الأمن والغذاء، ووفاة مريض كلى في دونغولا بسبب تقليص القسلة. تفاصيل النشرة من راديو دابنجا. قتلا 8 أشخاص على الأقل يوم الخميس وأصيب آخرين جراء سقوط غزائف في الثورة الحارة 61. من جهة أخرى قتل شخصين وأصيب آخرون جراء سقوط 3 غزائف بالقرب من شارع الوادي من الناحية الغربية بحي الواحة في أم درمان، ونقل المصابون إلى مستشفى النو، فيما أغلقت المحلات التجارية في شارع الوادي أبوابها. من جهة أخرى قتل 2 مواطنين وأصيب 3 آخرين جراء سقوط غزائف في الجرافة بأم درمان، فيما سقطت غزائف أخرى في معهد المدرعات كرري وفي قيادة المنطقة العسكرية كرري. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: الليلة من الدرب والله قبل شوية بس وقفت نازل درب ده تقيل كله، لكن لدينا العافية بس ومشاكل كثرة خلاص. من جهة أخرى شهد محيط سلاح المدرعات في شجرة اشتباكات متقطعة صباح الخميس بعد أن انخفض توتيرة المواجهات العسكرية في محيط القيادة العامة وسلاح المهندسين بأم درمان وسلاح المدرعات بجنوب الخرطوم خلال 2 يوم. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الجيش قصف بالمسيرات أهداف في حلة كوكو وحي النسيم داخل الكنيسة في شرق النيل، كما قصف الجيش أم درمان الأرض شمال البسطة والعباسية وسقوط أزمن القذائف في أم درمان الواحة غرب. وأشار الشهود إلى نشاط مكثف للطائرات المسيرة وضرب عدد من الأهداف في جنوب بحري وشمبات. كشف مواطنون الهدوء حذر يوم الخميس في مدينة المجلد بولاد قرب كردفان بعد مقتل 4 أشخاص بينهم ضابط وجندي و2 من المدنيين بينهم امرأة وإصابة 7 آخرين يوم الأربعاء. وقال الأمير مختار بابو في خطاب عقب اجتماع أهلي يوم الخميس إنهم رفضوا السماح بأي وجود عسكري داخل المجلد، وإن المواطنين يستطيعون حماية السوق بأنفسهم، وأكد إن الإدارة الأهلية ليست طرفا فيما جرى، وإن القوى العسكرية التي قدمت من بابنوسة وأطلقت النار لم تخطر أي جهة في المدينة. وأضاف: أخبرت قيادة الجيش بصورة واضحة ما داير أي عسكري في المجلد، ونحن قادرون على حماية المدينة. وأضاف في هذا الخصوص: هسا جاي المبارح ما في زول عنده خبر، الأمن في المجلد، البوليس في المجلد، لجنة الأمن ما عارفين، زول عارف في المجلد ما في، الناس زول جو كيف ما في زول عارف والله. ونين ما من أي كلام فارغ، أنا ضربت اللواء قلت له ما داير أي عسكري، أنا براي بلدي بحميه، عسكري جاني هنا غلطان، الحامل هنا دي ما بمشي له ومين يجوني ومن بابونوس ما داير أي زول. ومن جهته قال الأمير حمد الدود لراديو دابنجا إنهم عقدوا اجتماعا نهار الخميس لجميع قيادات المسيرية لاحتواء آثار أحداث الأربعاء التي رهى ضحيتها 4 قتلى و7 جرحى وتجنبا لحدوث أي تطورات. وقال إن الاجتماع ناشد المواطنين للحفاظ على الأمن في المجلد وعدم تخريب بلادهم بأيديهم، وإن من يريد الحرب يجب أن يتجه إلى الخرطوم.
ودعا الجيش لابتعاد عن أماكن وجود المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص: أنا أجيلهم في أنه هسي أنا بفتكر نحن الحفاظ على الأمن في مدينة المدلة والمدن الحولها أهم شيء عندنا في المرحلة الحالية، دي مناشدتنا لهم، ونحن بنقول في أنه بلدنا حقه من خربة بيدنا، حقه نحصل الإرث والثقافة والمسل والأخلاق بتاعت أجدادنا، أنه من خرب وطننا بأيدينا، الحرب داير في الخرطوم ما داير عندنا هنا، الزول الداير حارب قدام ذاك الخرطوم. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتصفية 3 شباب بأم درمان على أساس عنصري بهجة انتمائهم لقوات الدعم السريع. وأدان محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع تصفية أفراد من الجيش لأسرى من قوات الدعم السريع، كما ظهر في إحدى الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: نحن نتعامل مع أسرى الجيش بطريقة إنسانية وفقا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن أن نمارس نفس السلوك التي يمارسها أفراد القوات المسلحة في التعامل مع أسرى قوات الدعم السريع. وأضاف محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع لراديو دبنجا في هذا الخصوص: نعم، هناك طبعا أسرى موجودين لدى الجيش وهم دعم سريع، تم أسرهم، تم غصبهم بالطيران، ومن خلال الفيديوهات الظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت لنا هذه المعلومة بشكل واضح. وكذلك هناك برضو مجموعة أخرى تم القبض عليهم بحجة انتمائهم للدعم السريع، أو مش بحجة انتمائهم للدعم، بحجة انتمائهم لمجموعات إثنية محددة، كذلك برضو تم قتلهم. نفى محمد المختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السريع حصارهم لجزيرة توتي بالخرطوم أو ممارسة قواتهم لأي نوع من الانتهاكات ضد المدنيين. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: ليس لدى الدعم السريع أي وجود داخل جزيرة توتي، مبينا أن الطريق مفتوح أمام حركة المواطنين ولم يمنع منهم الاحتياجات الإنسانية، وتابع: لدينا فرق عمل لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأوضح أن البيان الذي أصدره محامو الطوارئ لا يعبر عن حقيقة ما جرى، وعليهم استقام معلوماتهم من المصادر الحقيقية. وأضاف في هذا الخصوص: منطقة توتي ليس لدينا أي تجاوزات فيها، وقواتنا موجودة والطرق مفتوحة ومسموح للمواطنين يتحركوا بكل حرية. توفى مريض كلى يوم الثلاثاء بمدينة الدبة بالولاية الشمالية بسبب تقليص غسلات الكلى بمركز الدبة لغسيل الكلى. وقال نور الدائم أحمد محمد، وهو أحد مرضى الكلى، لراديو دبنجا إن إدارة المركز قلصت غسلات الكلى من مرتين في الأسبوع، وباقي 4 ساعات لكل غسلة، إلى غسلة واحدة في الأسبوع، مما سبب معاناة لمرضى الكلى بالدبة البالغ عددهم 60 مريضا. وأضاف نور الدائم أحمد محمد لراديو دبنجا من الدبة: أنا كمريض آخر غسلتها 3 فات. عدد المرضى في مكان الدبة 60 مريض. أول مبارح في مريض قاعد في مدرسة في الدبة توفى، ما قدر يتحمل الغسل بتاع الأسبوع دي، توفى والله. بنقول للمسؤولين يا أخي بس حسوا بالناس المرضى دي. قالت تجاني الضحيب عضو هيئة القيادة والسيطرة للقوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح: إنهم يدرسون تسيير طوف القوى الذي يعمل على تأمين القوافل التجارية والإنسانية مرتين خلال شهر واحد. وقال: خلال تسليم الشاهنات في الفاشر يوم الأربعاء إنهم سيعملون على تسيير طوفين، أحدهما ذاهب من الفاشر إلى كوستي والآخر عائد من كوستي إلى الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص: الطوف ده مربوط بمعايش الناس، احنا نبذل قصارى جهدنا في القيادة والسيطرة يكون الطوف مرتين في الشهر، وبل انه يتعاقب في الطريق، يكون في ضوء متحرك من النيل الابيض وعابر باقليم كردفان، ويكون في ضوء متحرك من اقليم دارفور يتقاطع في النص. من جهه اخرى، كشف احمد حسين مصطفى الناطق باسم القوى المشتركه لحركات الكفاح المسلح ان وفاه 3 من الركاب في الطريق من كوستي الى الفاشر في الطوف الذي امنته القوى المشتركه، وأشار لراديو دبنجا الى تلف شحنات من البصل جراء طول فتره الانتظار التي بلغت 45 يوما بسبب عدم توفر الوقود. وقال أحمد حسين مصطفى الناطق باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إن القوى المشتركة أمنت شحن الدواء إلى مدينة كارياري التشادية، ومنها إلى اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى مدينة أدري التشادية. وأوضح لراديو دبنجا إن شحنة الأدوية مخصصة لولاية غرب دارفور وتحركت قبل 10 أيام، وتحمل أدوية ملارية وكميات كبيرة من المحاليل الوريدية وأكياس دم.
وأضاف في هذا الخصوص: من فاشر حرقنا شهنة بتاعت أدوية عبر القوى المشتركة لحد مدينة كارياري التشادية دي، وصلت الناس الأسن فروا بسبب الحرب في الجنينة، والحمد لله الشهنة بتاعت الدواء وصل أدري ووصل للناس المحتاجين للأدوية. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بشمال دارفور إصابة 3127 بالملاريا وثمانية حالات مؤكدة وهم الضنك خلال أسبوع. توفى طفل بمستشفى الضمان في الأبيض يوم الأربعاء من بين 6 أطفال أصيبوا في انفجار مغزوف بعد لمسه صباح الأربعاء بحي المطار. من جهة أخرى اكتمل صيانة أعطال الخط الناقل لكهرباء ولايات كردفان بمنطقة العشانة ومروابة مساء الأربعاء، بينما تبقى توصيل الخط من محطة أم دباكر. شكا اللاجئون التشاديون في معسكر مشعلايا في محلية أزوم بولاية وسط دارفور من تردي الأمن وعدم توفر مياه الشرب والغذاء. وقال الأمدة آدم بحر شيخ معسكر مشعلايا لراديو دبنجا إن اللاجئين بالمعسكر لا تتوفر لهم الحماية اللازمة منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن المنطقة تقع تحت سيطرة الدعم السريع. وأوضح إن موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين انسحبوا من المعسكر بعد اندلاع الحرب في أبريل الماضي وتركوا الأمر للمتطوعين، ولفت إلى عدم توفر الغذاء بعد توقف المساعدات مع انعدام مياه الشرب بسبب نحب ألواح الطاقة الشمسية والموتورات، وأكد عدم توفر الأدوية وعدم تقديم الخدمات العلاجية في المركز الصحي، وأشار إلى انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت من المعسكر، مبينا أن بعض الجهات وفرت خدمة إنترنت لاسلكي مقابل 3000 جنيه للساعة. وأضاف آدم بحر في هذا الخصوص: والله مشاكلنا الوشة تهديد وضع الأمن وضع سيئة شديد، وضع الأمن أصادر بتاعت موية بتاعنا استغلوا وشالوا منه البطاطير والطاقات كله، حتى الآن أنا قاعدين نشرب موية من البنزل من المطر بس أو قاعدين نشرب، وموية ده طبعا ما عنده كلور، خطير جدا للإسهالات الموجودة في داخل المخيم، والسوء التغذية الموجود داخل المخيم والله وضع خطير جدا. أقلق محتجون معبر أرقين احتجاجا على قرار تفعيل أورنية 10، محذرين من تشريد آلاف المخلصين وعمال الشحن وعاملين في مهن أخرى. وأتت الاحتجاجات على خلفية نقل التقليص إلى حلفة بدلا عن أرقين. قالت شبكة صيحة إن إحدى غرف الطوارئ استقبلت الأسبوع الماضي أكثر من 10 حالات عنف جنسي في يوم واحد واسطة الدعم السريع. ونقلت أن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما في الكلاكلة: أنا حامل في الشهر الرابع ولا أستطيع حتى أن أحصي عدد المرات التي تعرضت فيها للاغتصاب. وكشفت الشبكة عن تعرض متطوعتين للاغتصاب الأسبوع الماضي، كما قتلت متطوعة في منزلها يوم الاثنين الماضي. قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان سلامي أن السودان أصبح أزمة النزوح الأسرع نموا في العالم، مشيرة إلى فرار 30,000 شخص من منازلهم يوميا جراء الحرب، حيث ارتفع العدد الكلي للنازحين واللاجئين إلى 5.4 مليون. وأوضحت في كلمة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء أن العديد من النازحين يفرون بلا شيء سوى الملابس التي يرتدونها، وأكدت أن 6 أشهر الماضية سببت معاناة لا توصف في السودان. وأشارت إلى الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف بشرق السودان، وقالت إنه من المستحيل السيطرة على وباء الكوليرا في مناطق الحرب. الخبر الأخير في النشرة: قالت لجان مقاومة الامتداد الدرجة الثالثة إن الحرب الجارية ليست عبثية بل هي آخر قروض الثورة المضادة من أجل القضاء على الثورة. كما انتقدت لجان المقاومة قوى الحرية والتغيير، وقالت إنها تحاول اختطاف صوت اللجان عن طريق الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.